تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله سبحانه وتعالى في سورة القصص قد وصف الحياء للمرأة وأخبر أن هذا الحياء من أعظم الأمور التي تجعل المرأة صاحبة زينة وصاحبة جمال بحيائها وسترها وحشمتها. الله سبحانه وتعالى يقول عن المرأة التي أتت إلى موسى عليه السلام: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فقد مدح الله عز وجل حياء المرأة في مشيتها وفي قولها لموسى عليه السلام. فمن أعظم ما تمدح به المرأة في حياة. وفرق بين من تمشي بسترين ومن تمشي بغير الستر فينا عباءتها على الرأس ارتياح لعين الناظرين الصالحين لعين الناظرين الصالحين يراها الناس جوهرة وتبقى كلؤلؤة بعين الناظرين ولم تبرز مفاتنها بيوم لأن النار مثوى الخاسرين لأن النار مثوى الخاسرين وقدوتها رسول الله دوما وتحذو حذو أم المؤمنين فحق لمثلها ألا تبادي إذا انتقدوا هداها الناقصين إذا انتقدوا هداها الناقصين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.